السلام عليكم ورحمه الله في قناه عبد السبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. على كل حال هذه القضيه اللي نتابع فيها انايا كشتوني هذه الفيديو الثالث ولا الرابع اللي نديرو على جواد السباح ديالنا وجاب لنا ميداليات. على كل حال بارك الله فيه وسباح واعد ان شاء الله حتى في المناسبات القاريه والدوليه والعالميه راح يجيب لنا ميداليات لانه حطم رقم سليم ايلاس على ما اظن اليوم حطمه. على كل حال البارح هضر الوزير بعد ما قال لهم ماني حاير في بابا كيفاش يجي يهضر في لي كونفيرونس دو بريس. اي با بابا اليوم زاد جا الكونفيرونس دو بريس. شوفوا معنا واش وضح باللي وليدو ما عندوش ميم با اكريديتاسيون. سمحوا لي دقيقه هاي ليك ما عندوش هديه كيما هادي اكريديتاسيون ما داروهالوش. هاي ليك اكريديتاسيون هكذا ما عندوش ما داروهالوش اكريديتاسيون. عيب سباح يجيب لك ما ديرلوش ورقه اكريديتي ما تخليش اكريديتي بات مع صحابو يدخل مع صحابو لي زوتيل حتى وين كرا باباه كرا الكيني لي ديرلو المساج وقال لهم مزيا عندي دار هنايا. تابعوا معنا الفيديو اليوم راح تزيد فضيحه اخرى والله غير حقره هادي حقره. C'est le plan d'action de Jawad Siyoud qui a été présenté au comité olympique. On voit le cas chez Hnaya, le 26 octobre, et qui a été respecté à 99%. C'est un plan d'action qui a été déposé au niveau du ministère. Ah, là, qu'est-ce que c'est le ministère ? Les habillés sont les fadr. Oui. Le 26 octobre 2022. On l'a présenté. Le plan d'action Hada, toutes les compétitions, toutes les compétitions, on les a respectées à 99%. La compétition, objectif, il y a un seul objectif, il y a un seul pic de performance, il y a en jaune, le championnat du monde. On a eu quelques changements parce que Hada, qui est Machofo, qui est les Jeux africains, qui est Noura, les championnats du monde. نحاول لي جوز افريكان دخلوا لي جوز عرب قبل لحظة سيتي بريفي نروحوا ها هونغري نروحوا اون ستاج كون جو دي روحوا سي لو لاتليت نروحوا اون ستاج دو بريفي 15 ستاج في جابون. لو بلان داكسيون اللي اون دو باج وين اللي فيزي بار لو كوميتي اولمبيك اي بار لو مينيستير et signé par l'ex-ministre. C'est juste une précision que m'a dit. هنا فاز لي تروفي اللي يصور ويزومي مليح والله يحب يجي يسكاني والله يحب ينكوبي نعطيوها له سيد بورا بالورق ديالو بكلش بكلش والوزير البارح يقول لك راكو سمعتوا واش قال البارح الوزير او جا اليوم رجع عليه بالدلائل وبلي كاشي كاشيرون كاشي كاري شتوهم. Vous allez trouver le nom de monsieur Kamel Khoumari. Et c'est présent. C'est l'ex-entraîneur, et c'est parmi les meilleurs entraîneurs jazzais de l'histoire algérienne. Un entraîneur de très grands nageurs. Les Houa Daït Sofiane, les Houa Kebab. خدمنا معاه العام اللي فات، لي ريزيلتا كانوا واش كانوا. الحمد لله هنا انا دي بلي اون شونج با اون ايكيب كي غان يعني ان اتليت اي اون سيس با دو دير للناس الكل حبينا نحكموه والسيد جا زيد جا ماهوش ما جاش على جال الفلوس جا والله العظيم ما الحاجه ما جبتو وهي يسمع فيه هنا حاجه ما جبتو الا على جال الضرب يمكنني هاو ان قاعد ليه جا على جال الظلم قال لك ما جا على جال الفلوس ما والو لاكس اونترينور جا على جال الظلم والكيني اللي يدير له المساج هو معاه جا زيدوا سمعوا بهدايل والصرا زيدوا certaines personnes ils ont dit ils ont voulu de jouer dans des trucs mais je me dis certaines personnes قال لك ما يباتش في الفيلاج وي ما يباتش في الفيلاج علاش ما يباتش في الفيلاج Parce que les accréditations, on a fait une demande dans ce sens. Maintenant, on n'a pas. Attendez pas, Jacques. Maintenant, on n'a pas.
c'est-à-dire si tu n'as pas de badge, ne t'accroches pas trop le village. D'accord. Au Jawad, هذه la compétition, non, on l'a privilégié ou machine à faire, allez. غير قسمًا غير قسمًا ترقد تنهض تسمعها الصباح العشية من الصباح الغد والصباح من عام كامل ما تشبعش منها مهما وش كنت سبحان الله إلا دوني أعطاه ربي لا شانس أنه يسمع الجزائر والجزائريين يكونوا حاضرين هنا قسمًا نموتوا عليها وش كنت غير الخير نموتوا عليها قال لك داروا فيه الظلم باش ما يسمعوش قسمًا بزاف قسما بزاف احنا ماذا بينا قسما بين الناشد الوطني الجزائري نسمعوا كل يوم زوج خطرات نورمال في بلادنا درفد الميداي دو فوا شبعنا لي ميداي هذا راح يزيد يشبعنا لي ميداي لكن الحقره شوفوا احنا اللي مليح في الجزائر كسروه زيدوا شوفوا زيد بريسيز برك بلي جواد راهو انا عندي شقه هنا نسكن هنا رزقي يعني هو يسكن بني يسكن معايا يسكن هنا 2 كيلومتر في الميلينيوم حدا الكوميسار جواد il a besoin d'un kiné. الصباح عشية غدا عشاء. Il a besoin de récupérer parce qu'il nage, il a nagé, il nage beaucoup de courses. D'ailleurs, cette course, cette médaille d'or, a jamais pu faire. حنا واش درنا؟ هزينا. راه في سؤال الكورونا. حنا واش درنا؟ هزينا l'hôtel le plus proche de l'appartement où il se trouve. C'est-à-dire à 150 mètres. جواد عنده يروح للكيني يماسي عنده في الهوتيل ويروح للدار الماكلة تاعو سبيسيال شوية مول يديرها له سي بور سيت سيت ريزون كو جواد راهو كون جواد عطاوه واش طلب لاكريديتاسيون مع الاول مع لو ستاف تكنيك نتاعو والله ما يطلب غير هذا الشيء حاب يكون في الفيلاج دايوغ لي اتليت كنت تلاقيتهم سيرتو نتاع الاتليتيزم سي توس دي فري زامي ا موا وتمنيت نكون معاهم كنا في طياره واحده وبغيت نمدي حامل ميداليه ذهبيه يتمنى تكون عنده اكريديتاسيون باش يدخل مع اصحابو للقريه وين يريحوا كاع وين يتلاقاو العشيه كيكملوا لي كومبيتيسيون تاعهم يريحوا كاع هكايا يقصروا يديفوليو هو مسكين ما يخلوش يدخل هو جاب لنا لي ميداي ما يخلوش يدخل على جال اكريديتاسيون ما تحبش ديرها له الاتحاديه يا اخي رئيس الاتحاديه تاع البارح حد كيفاش جاب باه يهضر قلت هاو بابا راه يورينا واش كاين كلش بالادله بارك الله فيكم وان شاء الله ان شاء الله دي جور ميور ان شاء الله وتحيه الجزائر وخلاص تحيه الجزائر وخلاص شفتوا الولد واش قال قال تحيه الجزائر وخلاص يا سبحان الله شفتوا كرة الاتحادات الجزائر الاتحاديه الجزائريه للسباحه واش دارت شفتوا الجان هدايا وجاب لنا ميداي دي ميداي دي ميداي ماشي ميدانيه حطم رقم قياسي هذا ترميه سما اليوم عرفنا باللي راهم يكسروا في النجاح سما تكسير النجاح الناجحين كسروهم هذه هي ونجيبوا المعارف هذا وليد في الهندير وسباح ومنا وكذا هاو اليوم فضحهم بابات جواد نستعرف به هذا عجبني من الدقيقه الاولى اللي تعرفت عليه بلي فيديو تعرفت عليه ماشي ما نعرفوش تعرفت عليه غير هكا نشوفو يهضر وكلش بالادله صدقوني لو كان جاو الجزائريين كل واحد مع وليدو هكا واقف مكاش حقره باسكو كاين ملايين في كل رياضه ملايين في الجزائر كيما جواد تاع الفوت تاع الباسكت تاع كره الطاوله كاع تاع السيوف هذيك تاع رمي الجله رمي القله كاع عندنا الجزائريين معروفين بالرياضه لكن الله غالب ضغط علينا الاداره هذه عصابات الاداره اللي ما يخلوش وليد المواطن يصعد يخلو غير فلان وفلتان هذه هي لكن الحمد لله عبد المجيد تبون رئيس الدولة الجزائرية سلك هدايا أمو سلك هذا ورم جايين موراه إن شاء الله ليزيدوا يسلكوا بإذن الله الرحمن على كل حال نقولكم بارك الله وفيكم في قناة عبد السبور شكرا لكم سلام